جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل: إني أريد الزواج بأختي أحد الإخوان، وهو يريد كذلك الزواج من أختي، وليس ذلك شرطا في زواجنا، فكيف نخرج من صورة الشغار؟ جزاكم الله خيرا. في هذا الكلام الذي ذكرت، إذا كان كل منكما راغب في الآخر وليس هناك شرط وللأمر اختياري، فهذا ليس بالشغار. يجوز أن تتزوج أخته وهو يزوجك أخته إذا كان هذا من غير شرط، وكان الاختيار متروكا للزوجات من غير إجبار لهن ومن غير ملاحظة حظ الولي، هو إنما ملاحظة لحظ المرأة فقط، فلا بأس بذلك.